فيلمنا بيبدأ مع مدرسة لغة إنجليزية في مدرسة ثانوي اسمها ديانا في ولاية تكساس. وفي يوم بتروح ديانا بعربيتها لشغلها، ولما بتوصل بتبتدي تدريس في فصلها وبتسلم الطلاب أوراق الامتحانات وبتتكلم معاهم، وبيطلب منها طالب اسمه إيريك لو ينفع يستعير منها كتاب، وبتوافق ديانا وبتديله الكتاب. وبالليل بتروح ديانا للبار مع زميلتها في السكن صوفيا عشان يشربوا مشروب، وبتلاحظ صوفيا رسالة على موبايل ديانا من إيريك، ولما بتعرف العلاقة اللي ما بينهم وإنهم مرتبطين بتهنيها إنها أخيرا لقيت حد تكون معاه وبيحبها. وبتروح ديانا البيت إيريك وبيركب معاها العربية وبيقضوا وقتهم مع بعض وهما بيتكلموا، وبيقولها إيريك إنه لازم يمشي وإنه يشوفها بكرة وبيودعها. وتاني يوم بيكون آخر يوم دراسة قبل إجازة عيد الشكر، وبعد الحصة اللي بتشرحها ديانا بيمشي الطلاب من الفصل ما عدا إيريك اللي بيغازل مدرسته وبيخليها تتكسف ووشها بيحمر. وبتروح ديانا لأوضة المدرسين وهناك بيتكلموا مع بعض وبيعزموها على مشروب بعد الشغل، وبتقول إنها مش هتعرف تقبل العزومة عشان أخوها جاي يزورها. وبتقابل ديانا أخوها هانتر، وبيطلع إن أمهم مريضة بمرض عقلي وبيقولها إن أمه مش في صحة جيدة مؤخرا. ولما بيتكلموا عن أمهم أكتر بتحس ديانا بعدم الارتياح والقلق على أمها وبتقرر إنها تمشي بسرعة. وبتصحى من النوم تاني يوم وإيريك نايم جنبها وبيتكلموا مع بعض عن علاقتهم، وبيقولوا إنها هتستمر لمدة طويلة وممكن للأبد. وبتكون ديانا سعيدة جدا معاه وبتقول إن عمرها ما كانت فرحانة في حياتها بالشكل ده. وفي وقت تاني بتتكلم ديانا مع صوفي وبيجي لها رسالة من إيريك بيطلب منها إنها تبعت له الصورة ليها عشان هو مفتقدها. وبتفضل صوفي تتكلم ولكن ديانا ما بتديهاش أي اهتمام، وبتروح لأوضتها وبتصور نفسها صورة مثيرة لنفسها في المراية، وبتقولها صوفي إنها تاخدها معاها الحفلة هتقابل صوفي أصحابها هناك. وبيروحوا مع بعض للحفلة وبيتكلم راجل مع صوفي، وبتحس ديانا بعدم الارتياح وبيقطع حديثهم راجل تاني وبينضم لهم في المحادثة. وبيتكلم الراجلين مع بعض عن ديانا إنها مدرسة أي طالب عندها عايز يرتبط بيها، وبتضايق ديانا أكتر وبتروح لصوفي عشان تاخد مفتاح عربيتها، وبتمشي ديانا وبتروح البيت. ولما بتوصل بتحاول تتصل على إيريك لكنه ما بيردش على مكالماتها، فبتسيب له ديانا رسالة صوتية بتقول فيها إنها مفتقدة وبتنام. وفي يوم بتزور ديانا عائلة صوفي وبيتفرجوا مع بعض على التلفزيون، وبتطلع ديانا لأوضة صوفي عشان ترتاح على السرير، وبتطلع صوفي وراها وبتقولها إن عائلتها بيحبوا وجود ديانا معاهم. وبترجع ديانا لشغلها في المدرسة وبتقولها زميلتها إن في صورة مثيرة لبنت منتشرة بين الطلاب، وإن مفيش أي بنت عاقلة ممكن تبعت لولد صورة بالشكل ده، وبتضايق ديانا عشان هي عملت نفس الموضوع مع إيريك. وبتروح تقابله خارج المدرسة وبتطلب منه إنه يمسح الصورة اللي هي بعتتها له من كام يوم، وبيقولها إيريك إنه عايز يقابلها بالليل، فبتقوله ديانا إن صوفي مش موجودة في البيت النهاردة وإن إيريك ممكن يبات عندها. وبالليل ديانا بتقوله إنها هتبقى رفيقته في حفل راقص وهتاخده معاه للحفلة، وبيبقى إيريك مش موافق لأن في بنت تانية دعته للحفلة وإنه لازم يقبل دعوتها، وكمان عشان محدش يشك في العلاقة اللي ما بينه وبين ديانا اللي هي مدرسته. وبتحس ديانا بالغيرة ولكنها بتضطر إنها توافق من غير أي نقاش في نفس الموضوع تاني. ولما بتروح ديانا الشغل بتكون في الفصل مع الطلاب، وبيهزر الطلاب مع بعض بخصوص اصطحاب البنات للحفلات الراقصة، وبتتكلم ديانا وبتهزر معهم هي كمان. وبعدها بتصحح ديانا أوراق الامتحانات بتاعت الطلاب اللي في فصلها، وبيجي لها مكالمة من إيريك، وبيتفقوا مع بعض إنهم يتقابلوا في بيت أخو إيريك. ولما بيروحوا للبيت بيبقى إيريك عارف مفاتيح البيت أخوه مخبيها فين، وبيفتح الباب وبيدخل البيت مع ديانا وبيقضوا الليلة مع بعض. ولما الأجازة بتبدأ بتركب ديانا مع إيريك العربية وبيروحوا البيت في مزرعة عشان يستمتعوا بوقتهم مع بعض هناك، وبيقرروا إنهم يفضلوا في المزرعة لمدة أسبوع. وبتصحى ديانا من النوم وبيبقى إيريك نايم جنبها، وبتخرج برا البيت عشان تتمشى، وبتبقى مستمتعة بالهدوء والحرية وإنها مش حاسة بالقلق إن حد ممكن يمسكها وهي مع إيريك. وبترجع ديانا للبيت وبتتحرك بهدوء عشان ما تصحيش إيريك من النوم، وبيبقى إيريك بيمثل إنه نايم وبيخضها. وفجأة بتوصل عربية حد البيت المزرعة، وبيعرف إيريك إنه صاحب أبوه اللي شغال في المزرعة، وبيبقى بس كان عايز يعدي على البيت عشان يتفقد الأوضاع. وبتقلق ديانا عشان بتكون خايفة من إن عامل المزرعة ممكن يقول لأبو إيريك إنه شافها، وبيكون إيريك مش قلقان من أي حاجة ومصغر الموضوع، لكن ديانا بتتعصب وبتقوله إنه ما عندوش أي فكرة هي موقفها هيكون عامل إزاي لو حد عرف إنها في علاقة مع طالب عندها. وبيحاول إيريك إنه يخليها تهدى ولكنها بتكون متوترة جدا، وبتقوله إنها عايزة توقف العلاقة ما بينهم مؤقتا لحد ما تستقر الأمور. وبتبقى الأجواء ما بين الاتنين متوترة جدا وكئيبة عكس ما كانت قبل كده، ولما إيريك بيقرب منها بتتعصب ديانا وبتبعده عنها. وبتنتهي الإجازة وبترجع ديانا لحياتها الطبيعية، ولما بتروح المدرسة بتكون قلقانة جدا خصوصا لما بتشوف إيريك في الفصل اللي بيتصرف عادي جدا ولكأن في حاجة حصلت. وبالليل بتكون ديانا في البيت وبتتفرج على التلفزيون، ولما بترجع صوفيا مع حبيبها للبيت بتروح ديانا لأوضتها عشان ترتاح لكنها ما بتعرفش تنام عشان عمالة بتفكر في إيريك. وفي تاني يوم بيكون ده ميعاد الحفلة الراقصة، وبتشوف ديانا إيريك وهو بيرقص مع بنت تانية غيرها، وبتروح للحمام وبتدخل البنت وراها، وبتبص لها ديانا لوقت طويل وبتفكر إنها تقولها على علاقتها مع إيريك ولكنها بتقرر إنها تفضل ساكتة. وبتشتري ديانا إزازة كحول وبتشرب منها عشان تنسى قلقها اللي مسيطر على حياتها مؤخرا، وبتفضل تراقب بروفايل إيريك على الفيسبوك وبتتفرج على صور الوقت طويل. وفي يوم بتبقى ديانا مش قادرة
تستحمل اللي هي فيه، وبتطلب من إيريك إنه يقابلها بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبيسألها إيريك هي عايزة تقابله ليه، وبتقوله إنها مفتقدة وعايزة يبات معاها، وبيوافق إيريك. وفجأة بتدخل عليهم مدرسة تانية في الفصل من غير ما تخبط على الباب، وبتخلي ديانا المدرسة تمشي، وبيسألها إيريك وهو مستغرب من إنها ما بقتش قلقانة على شكلها لما بتكون مع إيريك لوحدهم زي زمان. فبتقول ديانا إنها ما بقتش مهتمة برأي الناس واللي يحصل يحصل. وبالليل بيزورها إيريك زي ما وعدها، ولما بيكونوا مع بعض بتعيط ديانا وبتبقى متضايقة، ولما بيحاول إيريك إنه يخليها تهدى بتبعده ديانا عنها، وبعدها بترجع له تاني وبتحضنه. وبيبقى إيريك مش فاهم هي ليه بتتصرف بالشكل ده. وبتوصل صوفي للبيت، وبيقرر إيريك إنه يمشي عشان مش قادر يستحمل طريقة تصرف ديانا معاه. وبتترجى ديانا إنه يفضل في البيت وهي بتعيط، وبتقوله إنها هتعمل أي حاجة هو عايزها، ولكن إيريك بيقول لها إنها بتتصرف بجنون وإنها مريضة وبيمشي. وبتشوف صوفي ديانا وهي بتجري ورا إيريك، وبتركب ديانا عربيتها وبتروح لبيت إيريك، وبتبعت له رسالة عشان يخرج من بيته ويتكلموا مع بعض. وبيرد عليها إيريك برسالة وبيرفض إنه يخرج ويقابلها. فبتتصل ديانا على خدمة العملاء وبتخليهم يوصلوها بالتليفون الأرضي في بيت إيريك. وبيرد أبو إيريك على المكالمة وبيقولها إن إيريك مشغول. وبتتعصب ديانا وبتتصرف بجنون وهي بتخبط راسها في كرسي وعجلة القيادة، وبتقرر إنها تخرج من العربية وتتجسس على إيريك من شباك أوضته. وبتخبط ديانا على الشباك وبتطلب من إيريك إنه يخرج من البيت. وبتتكلم ديانا بجنون وبتقول إنها هتصلح كل حاجة وإنهم هيفضلوا مع بعض حتى بعد اللي حصل. وبيخرج أبو إيريك من البيت عشان يطمن على ابنه، وبيقول إيريك لديانا إنه مش بيهتم بيها وإنها لازم تمشي. وبتركب ديانا عربيتها وبتسوق وهي متحطمة بسبب اللي حصل وبسبب الطريقة المجنونة اللي كانت بتتصرف بيها. وبتفضل سايقة العربية لحد الصبح، وبتروح لفندق وبتأجر أوضة، وهناك بتحاول ديانا إنها تهدى وتفكر في اللي حصل بعقلانية. وبتتفقد البريد الصوتي بتاعها وبتلاقي في رسالتين وصلوا لها، وبتبقى الرسالة الأولى من صوفيا وبتقول لها إنها قلقانة على ديانا، ولكن ديانا ما بتسمعش الرسالة بالكامل وبتفتح الرسالة الثانية، وبتعرف إن مدير المدرسة بعت لها رسالة وبيطلب منها إنها ترجع للمدرسة عشان في مشكلة طارئة مع طالب اسمه إيريك. وبتنهار ديانا على السرير وهي بتعيط بشكل هستيري، وبتبقى عارفة إن علاقتها بإيريك اتكشفت وإن مستقبلها المهني والاجتماعي اتدمر ومفيش أي رجوع ليها. وفجأة بتظهر شاشة سودة وبينتهي الفيلم من غير ما نعرف هل ديانا هتنتحر بسبب الحالة اللي هي فيها، ولا هترجع للمدرسة وهتواجه عواقب اللي عملته. الفيديو ده كتبه كريم أشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.